اشتهرت الفنانة الكبيرة سميرة توفيق بلبس العبايات واللي كانت بتتصمم لها مخصوص، وفي يوم كانت بتحيي حفلة المهرجان السينما العالمي في بيروت، وكانت العباية اللي هي لابساها من تصميم المصمم اللبناني ويليام خوري، وكان التصميم عبارة عن عباية مليانة بالليرات الذهب، حوالي 1800 ليرة ذهب على العباية، ده غير اللي كان على شعرها. وده خلى رئيس الشرطة يتصل بالمصمم ويبلغه إنهم عينوا حراسة على المطربة الكبيرة علشان محدش يخطفها ويسرق الليرات الذهب. والغريب إن المصمم وافق على تعيين الحراسة مع إن الليرات كانت مزيفة. أهلا بيكم في مجلة الحياة. في سنة 65 اتعرضت المطربة الكبيرة سميرة توفيق للوقوع من فوق صخرة عالية جدا، وقتها كانت بتمثل دورها في فيلم بدوية في باريس، والمفروض إنها كانت هتنط من فوق الصخرة، لكنها رفضت إن حد يقوم بالنطة دي بدلها، فوقعت وانكسر ظهرها وحصل لها ارتجاج في المعدة، لكن الدكاترة قدروا يتدخلوا ويعملوا لها عملية ويرجعوا المعدة مكانها، وبسبب الحادثة دي قعدت في بيتها لفترة طويلة جدا بتتعالج. الغريب بقى إن مع كل تضحياتها دي لصالح التمثيل إلا إنها ما حققتش فيه النجاح المطلوب، وأخدت كل شهرتها من الغناء. واشتهرت المطربة الكبيرة سميرة توفيق بغناء اللون البدوي وخصوصاً الأغاني الأردنية، وحققت شهرة كبيرة جداً في اللون ده من الأغاني، وما قدرتش أي مطربة تانية تنافسها في تقديمه. وسميرة توفيق من أصول أرمانية واسمها الحقيقي سميرة غسطين كريمونا، أما لقب توفيق فكان ده مجرد اسم فني هي اللي لقبت بيه نفسها اعترافاً بفضل الملحن اللبناني توفيق البيلوني، وده أول حد من خارج أسرتها بيقدم لها كل الدعم، وقالت وقتها أنا سميرة والتوفيق من الله. واتولدت سميرة توفيق في قرية الجميزة بلبنان في 25 ديسمبر سنة 35. اتولدت لعيلة بسيطة فيها 5 أولاد غيرها، وكان والدها بيشتغل رئيس في الميناء، ووالدتها كانت ست بيت، وسميرة هي الوحيدة بين إخواتها اللي كان صوتها حلو، ويمكن ما كانتش كملت 7 سنين لما بدأت تغني وتشجعها والدتها، ولما كملت 13 سنة كانت بتقدر تحيي حفلات وتغني على مسارح لبنان. بعدها سافرت للأردن، وهناك كانت بدايتها الحقيقية لأنها تعرفت على الفولكلور الأردني والأغاني البدوية الأردنية، واتعاملت مع ملحنين وشعراء أردنيين، واتبنتها الإذاعة الأردنية، وقدرت تحقق نجاح حطها في الصف الأول ما بين النجوم الكبار، وحققت شهرة كبيرة جداً في كل الدول العربية انطلاقاً من الإذاعة الأردنية، وتسمت بصاحبة الأسطول السادس، وده لأنها كل ما كانت بتتحرك كانت بتاخد كل أفراد أسرتها معاها. واشتهرت سميرة توفيق بسمراء البادية، وكانت المطربة المفضلة للأمراء والملوك والرؤساء العرب، للدرجة اللي خلت بعض الكتاب يتساءلوا إذا ما كانت بتجمعها علاقة عاطفية معينة مع أحد من الرؤساء، ولا الموضوع ده كان مجرد إعجاب بفنها وبس. وقدرت سميرة توفيق بأغانيها البدوية إنها توصل للعالمية، وغنت في معظم الدول الغربية، وكمان شاركت مع الفنان الكبير وديع الصافي في افتتاح دار أوبرا هاوس في مدينة ملبورن في استراليا، وشاركت في افتتاح النادي اللبناني المكسيكي، وشاركت في الغنى قدام ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية، واتكرمت باستلام المفاتيح الذهبية لعدد من البلدان الأجنبية. وكمان شاركت سميرة توفيق بالتمثيل في بعض الأفلام والمسلسلات، لكنها في التمثيل زي ما قلت لكم شوية ما حققتش نص نجاحها في الغنى، وعلشان كده اتوقفت تماماً عن التمثيل. ومن أشهر ألبوماتها القهوة وأنغام من البادية، رومانسيات الصحراء وغيرها. وغير إنها اتمسكت باللون البدوي الخالص في الغناء، فهي كمان اتمسكت بالظهور على المسرح بالعباية، وده إداها طابع شديد الخصوصية، وخلق صورة ذهنية مميزة جداً ليها عند الناس اللي وصفوها بالحشمة والمحافظة. وبعدها عن الإشاعات ما كانش بسبب الحشمة لوحدها، لكن لأن هي من الشخصيات اللي بتبعد حياتها تماماً الخاصة عن الأضواء، وخصوصاً حياتها العاطفية، وعلشان كده بتحكي المواقع عن قصتين حب ما فيش غيرهم في حياتها. الأولى من الأستاذ عز الدين صبح رئيس تلفزيون لبنان، واللي اتخطبت له لفترة وبعدها ما حصلش نصيب وما كملوش سوا. أما التانية فمع رجل أعمال لبناني واسمه غبي، وكانت وقتها بتعمل حفلة في السويد وقدم لها باقة من الورد وارتبطت بيه عاطفياً، ويقال إنها اتجوزته لفترة وعاشوا سوا في السويد، وبعدها بفترة مش كبيرة اتطلقت ورجعت لشغلها وحياتها. لكنها اعترفت بنفسها في لقاء تلفزيوني إن أول حب في حياتها كان من شخص سعودي كان بيحبها وبيسمع كل أغانيها،
وجالها لبنان مخصوص وحضر حفلاتها الغنائية، واتقابلوا بعد الحفلة وكانوا بيقضوا وقت طويل جداً مع بعض وهم بيتكلموا سوا في التليفون، لكن ما اتجوزتش للأسف. جوازة سميرة توفيق الوحيدة انتهت بدون أولاد، ومن وقتها ما فكرتش تاني في الجواز، واتبنت ولاد أخوها بعد ما والدتهم اتوفت. وللأسف زوجة أخوها اتوفت لما طلبت منها سميرة تروح البيت بتاعها تجيب لها شوية حاجات وترجع. وقتها انضرب البيت بقنبلة ماتت فيها رينيه مرات أخوها، وتركت أولادها اللي ربتهم فيما بعد سميرة توفيق. والفنانة سميرة توفيق متغيبة عن الساحة الفنية بقالها فترة طويلة، والسبب هو مرورها بكذا مشكلة صحية. الأولى كسر حصل في رجلها لأنها اتزحلقت قدام بيتها في لندن واتلوت رجلها تحتها وانكسرت، ده غير وزنها الزايد واللي سبب لها عدد كبير من المشاكل الصحية واللي أثرت على القلب وعرضت حياتها للخطر، لكنها عملت قسطرة جراحية للقلب في الإمارات وقامت بالسلامة، وحالياً بتجهز لألبوم جديد ناوية تفاجئ بيه جمهورها. مستنيينك يا فنانة.